مساء الخير. تعالوا ندخل محضر إلهنا وإحنا بنختار إن إحنا نرفع عينينا عليه. وإحنا بنختار النهاردة إن إحنا جايين ندور على إلهنا، على حبيبنا، على سيدنا وعلى إلهنا، وبنختار إن إحنا نمسكه وما نرخوهوش. نختار إن إحنا نركز بكل ما فينا على شخصه وعلى جلاله، عشان خاطر نعبده، عشان خاطر نديله المجد والكرامة اللي تليق بمجده، تليق بجلاله في وسطينه. كلمات بسيطة قوي وإنت داخل لمحضره، قول انت جاي تتقابل معاه، قول له انا هنا عايز اشوفك، عايز عيناي تتملي من مجدك، مشتاق اتقابل معاك بجد، مشتاق في وقت عيناي فيه تتملي من جلالك، مشتاق في وقت عارف فيه اتقابل مع شخصك واترمي في حضنك وكون في اقرب مكان ينفع اتواجد فيه معاك. على حساب الدم يا سيد دين قدامك اختار نتقابل معاك حسب كثرة رحمتك وندخل بيتك حسب أمانتك حسب النعمة اللي لينا من خلال يسوع اللي بتخلينا ينفع ندخل إلى الأقداس قدام عرش النعمة ونتقابل معاك. هناك ننسى كل ضعف، نطرح كل ثقل ونترمي قرب قلبك ونتقابل معاك انت وبس، عننا تتملي من شخصك ومن مجدك ومن جلالك ومن جمالك، ونتغنى بمراحمك، نتغنى بعظمتك، نتغنى برحمتك. خذني بقرب قلبك فأعبدك، خذني بقرب قلبك فأعبدك أغني من مثلك
في باطني ليو
يبارك اسمك القدس. عايز اشجعك تعالى بكلماتك الشخصية وقف قدامه وباركه، وقف قدامه وقول له انا بختار ابارك الاله اللي بيغفر كل ذنوبي، اللي بيختار يقبلني وانا في ضعفي. انا بختار ابارك الاله اللي بيشفي كل امراضي. انا بختار ابارك الاله اللي بيفدي من الحفرة حياتي، اللي بيجي بينقذني، اللي بيجي بيكلمني بالرحمة وبالرأفة، اللي بيجي بيشبع خيري عمري بالخير، اللي بيجي بيكلمني بالجود وبالغنى. شجعنا بكلماتك الشخصية، قول انا عايز اباركك. انا مش عايز اباركك بكلام بسيط وضعيف، مش عايز اباركك بكلام حفظه، انا بختار اجي قدامك اباركك بكل ما في باطن، بكل ما في باطن يا سيد. فباركك باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطن ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطن ليبارك اسمه القدوس. الذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة، الذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة. باركي يا نفسي، باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. مرة تعبد، مرات سند، مرات شدد وانا وياك، والمرات التانية ما بعد ارجع ولاك ما نسيتنيش. مرات عبد، مرات سند، مرات شدد وانا وياك، والمرات التانية ما بعد برجع ولاك ما نسيتنيش. ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك، لا فارقنيش، ما فارقنيش ابدا ابدا
ما بين حمد وتسبيح، وانا بيتاخد بس بيوساد قدام حب ما بينتهيش. لو بقلب حنانك سيدي سبتي ما بين حمد وتسبيح، وانا بيتاخد بس بيوساد بيهتف باللي فداني بدمه على الصليب، روحي وعقلي ويا لساني عظموا أغلى حبيب، بسكوت وحمد وعود همجد اسمه وعلي، وفي ليل زمان الغربة يفضل قلبي رنم ليه، خدوا معايا شعب الرب تعالوا ترنم ليه، قلبه تفتس فاحنا ينور ويعلن مصرنا فيه، مليون مجيء وتكون شعب يعلم نصر فيه، واليوم ما جه وتكون شعبه اللي مستني
فلسطين أعظم إله، تفلسطين رب وسيد وملك، بنعليك بنتغنب بإله فلسطين جالس وسط سبحات شعبه. مش بس هنا جالس فلسطين حد عادي، لكن أعظم إله، أعظم إله، السيد والرب الملك القدير. عظيم يا الله، كم أنت عظيم يا الله، كم أنت عظيم، عظيم يا الله، أعظم إله، عظيم يا الله، من جيل لجيل يملكون،
ليس مثلك يا سيدي، لكل المجد وكل الكرامة في وسطينا. أمين. تفضلوا استريحوا. نسمع كلمة الرب على لسان الدكتور مهر صمويل. مساء الخير.
أنا سعيد أن الرب يديني الوقت ده معاكم. والأسبوعين اللي فاتوا بالنسبة لي كان شغل كتير وضغط، وكنت مشتاق أجي معاكم فعلا علشان أتعزى معاكم. فأنا هفتح الكتاب وأقرأ معاكم علشان ربنا يكلمني قبل ما يكلمكم، ويعزيني قبل ما يعزيكم. أمين. فإحنا مشتاقين نقعد عند رجلين المعلم اللي كلنا بنحتاج إليه، وهو مش هيتأخر إن هو يغسل أقدامنا زي ما فعل مع تلاميذه، وزي ما قالت الترنيمة الجميلة: وتطعمني يداك يا حلوة اليدين. خلونا زي ما تعودنا نقف وإحنا بنسمع جزء من كلمة الله من رسالة العبرانيين. هقرأ من مواضع متفرقة، أبدأ بعبرانيين 1، والرب هيدينا رسالة تحت هذا العنوان: علاج للمحبطين. علاج للمحبطين، نظرة عصرية لرسالة العبرانيين. في عبرانيين 1 الرسول بيقول: الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، ابنه ابن الله الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هذا الشخص يسوع بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. أصحاح 3:1: من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، حال كونه أمينا للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته. 6: وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن، إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. 4 أقرأ 9: إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة. 6 أقرأ 11 و12: ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. 18: حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما، تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. هذا الرجاء الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. وأخيرا من 10
عدد 19 عبارات مشهورة. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. هذه هي كلمة الرب. دعونا ونحن في أماكننا نحني قلوبنا ونطلب من الرب أن يبارك لنا هذه الكلمة. يا رب إننا حسب أمرك وحسب وعدك اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. دعوتنا لنقترب إليك وها نحن يا حبيبنا ومخلصنا يا راعينا وسيدنا نقترب إليك. نقترب إليك برعدة، نقترب إليك بثقة، نقترب إليك بشوق المحب وبخشية التلميذ العابد، نقترب إليك والحيرة تملأنا ومتاعب الحياة تضنينا، لكننا نثق أن راحتنا عندك وتعليمنا عندك وشبعنا وارتواءنا عندك. يا من علمت تلاميذك كثيرا وأرحتهم، يا من قلت لهم مرة تعالوا منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، إننا نعلم كل العلم أن راحتنا عندك وشفاءنا عندك وشبعنا عندك. ها نحن اقتربنا إليك فاقترب إلينا. دعنا نختبر ما فعلته مع تلميذي عمواس. مكتوب وبينما هما ماشيان عابسين اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما. اقترب إلينا واذكر كل قلب عابس وكل نفس منحنية واشفي أيها الطبيب المحب، والهب قلوبنا وأنت تعلمنا. أبانا في اسم المسيح استجب لنا، آمين. مرة تاني بكرر العنوان. أنا على قلبي أتمنى أنها تكون روشتة أو وصفة أو علاج لإخوتي المحبطين، إذا كان فيكم حد بيجرب الإحباط. ما أعتقد أن ما حدش فيكم خالص بيجرب الإحباط، مش كده برضو؟ مظبوط؟ بتجربوه؟ زي حالاتي يعني، بتجربوا الإحباط أحياناً؟ يعني مرات اللي شفنا وإحنا بنرنم في الاجتماعات وبنردد ما نؤمن به عن عزنا وفخرنا وفرحنا بسيدنا، ممكن اللي شفنا كده يقول الناس دول لما بيروحوا بيوتهم وبيروحوا أشغالهم وبيقابلوا مشاكل الحياة يبقوا دايما مهللين وفرحانين وعايشين كده محلقين، لكن أعتقد أن هذا غير صحيح. مظبوط؟ فنحن نعاني، نحن نواجه الحياة، وكثير من شعب الرب نجدهم محبطين متألمين موجوعين في حيرة في شك، يراجعوا أحيانا حتى كل اختباراتهم، هل كانت اختباراتهم مع الرب حقيقية أم كانت مجرد أوهام وانفعالات؟ وأنا عايز أطمن كل واحد من أولاد الله وقولوا اوعى تنزعج إطلاقا إذا اجتاحتك مشاعر الإحباط، فلا يوجد رجل من رجال الله في كل التاريخ سواء في الكتاب المقدس أو في التاريخ المعاصر لم يعش يوما بل وأياما هذه المشاعر، الإحباط والشك والحيرة والخوف. إياك أن تتخيل
أن الحياة المسيحية هي حياة التحليق المستمر في الأعالي، وأن أولاد الله الحقيقيون لا يجتاحهم أبداً الخوف والحيرة والشك. أوعى تفكر بالطريقة دي. لكن السؤال مش ليه بنحبط؟ في أسباب كتيرة أو تجيب إحباط، لكن السؤال كيف نتعامل مع الإحباط إذا حدث؟ ولا سيما، وده موضوعي علشان ما حدش يفهمني غلط، أنا لن أتكلم عن إحباطك من زوجتك أو إحباطك من زوجك، لكن أنا هتكلم عن المحبطين من الله، لأنه أعتقد أنه ده هو اللي يهمني وهو ده شغلي، وده أخطر أنواع الإحباط، أنك تكون محبط من الله. ومش عيب ولا غلط أنك تحبط من الله، لكن برضو بقول تاني، المهم هو كيف ستتعامل مع إحباطك عندما تجد نفسك محبطاً من الله. كتاب قدم لنا موسى وهو محبط من الله في سفر العدد أصحاح 10، الشعب قعدوا يبكوا ويقولوا عايزين ناكل لحمة. حد فاكر موسى عمل إيه؟ راح لربنا قال له هذه الكلمات، اسمع كده، قال له: لماذا أسأت إلى شعب إلى عبدك وجعلت علي حمل هذا الشعب؟ ليه بتعمل معايا كده؟ لماذا أسأت إلي؟ موسى بيقول له ربنا لماذا أسأت إلي؟ أنا عملت فيك إيه عشان تعمل فيا كده؟ أنا كنت حبلت بيهم، قال له كده، هل أنا حبلت بيهم حتى تقول لي احملهم كما يحمل الأب ابنه؟ إن وجدت نعمة في عينيك اقتلني قتلا فلا أرى بليتي. يعني كان عنده أفكار انتحارية بس خاف يعملها، فبيطلب من ربنا أنه يعمل إيه؟ يقتله. إلي رجل الله العظيم، وبعد موقعة جبل الكرمل، الموقعة الجبارة، إلي الجبار في ملوك الأول 17، إلي في ملوك الأول 18، نجده يطلب الموت لنفسه ويقول للرب: خذ نفسي، أنا لست خيرا من أبائي، ما لك يا إلي؟ قال له: إيه لزمة العيشة؟ أنا تعبان، أنا مش عايز أعيش، خدني موتني. ليه يا حبيبي؟ قال له: عيش أعمل إيه؟ عشت أخدمك، وإيه لزمة الخدمة؟ وإيه آخرة الخدمة؟ خدمت وتعبت ورحت وجيت وتنبأت وجبت نار من السماء والنار كلت الذبيحة، لكن بعديها إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنهم هدموا مذابحك، قتلوا أنبياءك، نقضوا عهدك، وهم يطلبون نفسي. وما كانش مظبوط في الكلام ده، لكن كانت حالة إعياء وإحباط شديد. يمكن كان أكتر من الاثنين دول إرمية، لأنه كان عاطفي وانفعالاته كبيرة، وخصوصا لما يكون مؤمن مشاعره فياضة وسهل الانفعال ممكن كلامه يبقى أصعب شوية. في إرمية 4 إرمية يقول للرب: لماذا خادعت خداعا هذا الشعب؟ أنت ليه بتخدع الشعب بتاعك؟ إرمية في مراثي إرمية قال كلام مرعب وهو يصف ألامه من الله، قال: هو لي كدب كامن في الطريق، قال: سيج حولي، وضع سور لكي لا يسمع صلاتي، واقع في ربنا بشكل خطير وعمال يشتكي ربنا. تحبوا أقرأ لكم إرمية قال إيه علشان تشوف كم الإحباط اللي إرمية وصل إليه؟ في سفر المراثي أصحاح 3 إرمية يقول: أنا هو الرجل الذي رأى مذلة بقضيب سخطه، قادني الرب، قادني وسيرني في الظلام ولا نور، حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله، يعني بالعقاب والتأديب، أبلى لحمي وجلدي، كسر عظامي، بنى علي وأحاطني بعلقم ومشقة، أسكنني في ظلمات كموت القدم، سيج علي فلا أستطيع الخروج، ثقل سلسلتي، أيضا حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي، سيج طرقي بحجارة منحوتة، قلب سبلي، هو لي دب كامن، أسد في، تخيل اللغة اللي إرميا بيوصف بيها مشاعره من ناحية ربنا. هو تعالج في بقية الأصحاح ويظهر ربنا بعت له حد صحح له فكره، لكن في بقية الأصحاح لو تاخد بالك في عدد 21: أردد هذا في قلبي من أجل ذلك أرجو، ده
ده بعد الكلام ده على طول، إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إيه التغيير العجيب ده؟ نصيبي هو الرب، قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه. طيب هو الرب للذين يترجون، للنفس التي تطلبه. جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت، خلاص الرب في علاج حصل. بس أنا عايز أقف عند نقطة في غاية الأهمية، إني بكل مشاعر الفخر والفرح أسجد لهذا الإله اللي بيخلي واحد من رجاله يسمح له يحبط منه، ومش بس يسمح له يحبط منه، وكل الكلام الغلط اللي قاله في حقه سابه يقوله وقال له اكتبه في الكتاب كمان. إيه الإله ده؟ إيه الإله العجيب ده؟ إيه الإله الرائع ده؟ إيه الإله الجميل ده اللي مش خايف، واثق من نفسه قوي؟ الإله اللي ما عندوش مشكلة إن شعبه يحبط منه، ولما شعبه يحبط منه مش بيقول لهم هولع فيكم ولا يجيكم ويحط فيكم ولا جهنم وبئس المصير ليكم، لكن لما شعبه يحبط منه يقول له معلش يا حبيبي، أنا عارف إيه اللي أنت بتعدي فيه، وأنا عارف جبلتك، وعارف هشاشيتك ومحدوديتك، ما تخافش، أنا مش زعلان منك ولا هرميك ولا فرط فيك، بالعكس أنا عايزك تكتب تجربتك وتعترف باللي أنت قلته، اكتبها للأجيال حتى لو كانت تحمل خيبة أمل فيا، علشان بقية ولادي يتعلموا منك. إله عظيم، كيف نتعامل مع الإحباط من الله؟ عشان أجاوب عن السؤال ده أنا اخترت أني أعمل حاجة بسيطة، أعرف ما هو الإحباط، وبعد ما أعرفه أقول كيف نواجهه، وهاخدها من حالة هي رسالة العبرانيين، لأن الحقيقة رسالة العبرانيين هي كبسولة علاج من الإحباط لجماعة من اليهود آمنوا بالمسيح لكن كانوا يكتازوا في حالة إحباط. عشان كده أنا هطلب منكم حاجتين دلوقتي، وأتمنى أن الرب يديكم نعمة يعني تستجيبوا لي. الحاجة الأولى أنكم تركزوا معايا قوي 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 قوي، هتكلم بسرعة ومش عايز أخد وقت طويل، فتركزوا معايا علشان ما اضطرش أن أنا أعيد. أنا لما بلاقي الكلام اللي بقوله مش مفهوم بضطر أعمل إيه؟ أعيد وأعيد وأعيد، والوقت يطول وإحنا مش هننفع، فتركزوا معايا قوي. الحاجة الثانية، الرجاء الثاني، أنكم بعد ما تروحوا النهاردة مباشرة تقروا رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين 13 أصحاح، الأصحاح بياخد 3 دقائق بكتير، يعني 39 دقيقة، يعني 40 دقيقة أعتقد، مش مشكلة أن إحنا نقرأ 40 دقيقة كلمة. طلع كم واحد يوعدني بنعمة الرب يقرأ الرسالة دي؟ 20%؟ يا دي الكسفة. طيب لا، ده يجيب لي إحباط فعلا. أشوف مرة تاني بنعمة الرب نقرأ رسالة العبرانية؟ لا عظيم، النسبة أحسن كتير. طيب ما هو الإحباط؟ الإحباط هو خيبة التوقعات. منين ما نتكلم عن إحباط أو عن سعادة العكس بتاعها، إحنا بنعالج مشكلة توقعات. اربط دي في ذهنك، إحباط أو سعادة هي قضية توقعات. خليني أدي مثل، لو قلت لك أنت رايح فين الأسبوع الجاي، قلت لي أنا رايح مؤتمر، قلت لك فين المؤتمر، قلت لي في المكان الفلاني، قلت لك ياه المكان الفلاني ده بصراحة رائع، ده أوتيل 5 ستارز، ده الأوض بتاعته ما حصلتش، انت هتقضي ايام مش معقولة في هذا المكان. بعدين انت رحت وفوجئت ان الاوض لا 5 ستارز ولا 3 ستارز ولا في ستارز من اصله، والعملية تعبانة قوي، والمنظر كده يعني، هتحس بايه؟ لا اعلى احباط. بالظبط كده، هجيلك حالة احباط، ومش بعيد ابدا، مش بعيد ابدا تاخد شنطتك وتقول هروح، بناقص منه المؤتمر. نفس المؤتمر في نفس المكان، قبلك واحد تاني كان يعني شخصية غير شخصيتي. رايح فين؟ قلت له رايح المؤتمر. فين المؤتمر؟ قلت له على المكان. قال لك ياه، انت زرت قبل كده سجن القناطر؟
أو ترى، ده بالظبط الأوض عاملة زي زنزانة سجن. لو كان عندك خبرة بالسجون يبقى هتقدر إنك تتفاعل وتتعامل مع الحجرة اللي في هو صحيح في تعزيات وفي بركات، لكن الله يكون في عونك في مسألة الأوضة. وانت رحت الأوضة وانت رايح مرعوب وإيدك على قلبك، فتحت الباب لقيت الأوضة عادية، ما هياش وان ستار ولا تو ستارز ولا فايف ستارز، لكنها أوضة يتعاش فيها. تشعر بإيه؟ بسعادة، بسعادة. لاحظ الواقع لم يتغير، الواقع الأوضة هي هي، لكن العقل اللي انت قربت به للأوضة. في المرة الأولى انت مقرب للأوضة بتوقعات عالية جدا، صدمت فأحبط. في المرة الثانية انت رايح بتوقعات زيرو، فلما لقيت أي حاجة سعدت. إذن يا أحبائي خلونا نتعلم الدرس ده. عندما نتكلم عن مشكلة إحباط، نحن نتكلم عن مشكلة توقعات، والتوقعات لا علاقة لها بالواقع، لكن لها علاقة بأذهاننا نحن. إذن الذي يحتاج إلى علاج في المقام الأول ليس تغيير الواقع، لكن تغيير العقل الذي أفكر به في الواقع، بحيث أن يكون عقل مظبوط. أنا ما بطلبش أبداً أني أكون متشائم ولا أكون متفائل، لكن أكون أفكر بالحق في حقيقة الشيء. وهي دي القضية اللي ناقصانا. إحنا مرات كتير لا نتعامل مع الواقع كما هو، لأننا لا نعرف حقيقة الأشياء، لأننا ليس في علاقة مع الله الذي هو الوحيد الذي يرى الأشياء كما هي في حقيقتها. معظمنا شايف الواقع زي ما الناس شوفون الواقع، أو زي ما هو يحب يشوف الواقع، أو زي ما إبليس بيشوفك الواقع، لكننا نادرا ما نجد أناسا يرون الواقع كما هو في حقيقته، أي كما يراه الله. أنا نفسي تتفقوا معايا على الحقيقة دي. لا أحد فينا يرى الواقع كما هو، كلنا بنشوف الواقع من خلال عدسة لبسوها لنا الناس، أو إحنا لبسناها، أو إبليس بيلبسها لنا. نحن لا نرى الواقع في حقيقته. في واحد وحيد بيشوف الواقع من غير نظارة، هو الله. عيناه كلهيب نار. إيه قصد الكتاب لما يقول أن ربنا عينيه لهيب نار؟ مش أن قصده بيخوف بيطلع نار من عينيه إطلاقا. النار هي التي تحلل أي شيء إلى أصوله، وعين الله هي التي ترى الأشياء في أصلها كما هي. ويا بختهم اللي شايفين الأمور بعينين ربنا. وهو ده أهمية الدخول لمحضر الله، وهي دي أهمية الشركة مع الله، إني أقدر أدخل إلى عمق العلاقة معه لكي أرى رؤية القدير، أرى الأمور كما يراها الله. عندما لا نرى الأمور كما يراها الله تزيد توقعاتنا، تقل توقعاتنا، ومن هنا يأتي الإحباط. مرات كثيرة جدا بنحبط في الله لأن توقعاتنا منه كانت توقعات غير صحيحة. المفروض أن رحلة حياتنا الروحية على الأرض أن احنا بنصحح أنفسنا، بنصحح أذهاننا علشان نتوقع الأمور بشكل صحيح. تعالوا نطبق المفهوم ده على رسالة العبرانيين. مين هم العبرانيين اللي كتب لهم الرسول هذه الرسالة؟ هم جماعة من أصل عبراني يهودي، خرجوا من اليهودية ودخلوا في المسيحية. لما دخلوا في المسيحية، في بداية المسيحية كانت لهم توقعات عظيمة جدا من وراء دخولهم للمسيحية، لكن بعد فترة قليلة وجدوا أن التوقعات غير دقيقة. فحدث أمرين: الأشخاص اللي ما كانوش فيهم مؤمنين حقيقيين ارتدوا ورجعوا مرة أخرى إلى اليهودية، والمؤمنين الحقيقيين كانوا خاروا، ركبهم تخلعت وأيديهم ارتعشت وصاروا يعيشون في حالة إحباط. ولذلك كتب الرسول هذه الرسالة يخاطب الذين ارتدوا، يحذرهم من خطورة الارتداد، ويحذر الذين يعني يفكرون في الارتداد، ومن ناحية تانية يشجع المؤمنين المحبطين. وعلشان يعمل كده كان لازم يراجع معاهم التوقعات
مرة أخرى. ماذا كانت توقعاتكم عندما أتيتم إلى المسيح؟ عندما تركتم اليهودية ودخلتم في المسيحية، كانت توقعاتكم شكلها إيه؟ تعالوا نظبط الموضوع بأن نبين الفارق الشاسع بين اليهودية وبين المسيحية. ماذا كنتم تعيشون وكيف كنتم تفكرون في الله وأنتم في اليهودية، وكيف ينبغي أن تفكروا في الله الآن وأنتم في المسيحية؟ ما معنى قبولكم للمسيح؟ ما معنى الخلاص؟ ما معنى المواعيد؟ ما معنى الراحة؟ ما معنى السماء؟ ما معنى الكاهن؟ ما معنى الذبيحة؟ ما معنى الأقداس؟ القصة كلها محتاجة إعادة تفكير. ده اللي بيعمله الرسول في رسالة العبرانيين. خلينا أشرح لكم أكثر. الإحباط جه منين؟ حاولوا تعيشوا معايا بدءا من سنة 33 ميلادية. نزل الروح القدس بآيات وعجائب معجزية في مدينة أورشليم، وفي اليوم اللي نزل فيه الروح القدس سمع صوت كما من هبوب ريح، وظهرت ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على الذين كانوا في العلية، وكان عددهم نحو 120. في ذلك اليوم ظن اليهود أن هؤلاء الناس سكارى، فقام بطرس ووعظ في جمع غفير، ما استبعدش أنه كان عشرات الألاف، وابتدأ بطرس يتكلم. عشرات ألاف يعني حاجة أكتر كده من أي مهرجان أنت شفته في مصر، جماهير عشرات ألاف. ووقف بطرس بدون ميكروفون بصوت جهوري رائع يخطب في هذه الجموع ويقول لهم: بأيدي أثمة صلبتم البار، لكن توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج من عند الرب. فلما سمعوا نخصوا في قلوبهم. 3000 واحد منهم أتوا إلى التلاميذ وقالوا لهم: ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة؟ قال لهم: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. اعتمد في ذلك اليوم 3000. أعتقد أن قبول 3000، خروج 3000 من اليهودية ودخولهم إلى المسيحية في ذلك اليوم، ملأ أورشليم واليهودية ضجيجا، وابتدأت كل اليهودية ترتبك. 3000 بعدها بكم يوم وصل العدد إلى 5000. بعد كده اسمع الخبر المرعب ده: وكان جمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. ده جمهور مش من الناس العاديين، من الكهنة. بعدها بفترة بسيطة كده سمعوا إن أشرس مقاوم للإيمان المسيحي صار تلميذا حقيقيا للمسيح، يفهم اليهود محققا أن يسوع هو المسيح ملك اليهود. الدنيا اتقلبت، ابتدوا يراجعوا نفسهم. هو المسيح كان ايه مشكلته؟ صلبناه وقلنا لبيلاطس ان هذا يقول انه ملك، وهو يقول انه ملك اليهود، وكانت علته انه ملك اليهود، ونحن صرخنا قائلين: لا نريد ان هذا يملك علينا. الان نشتهي ان يعود ويملك علينا. كنا غلطانين، احنا عايزينه يرجع ويملك، ولما هيملك علينا اكيد هيعمل المعجزة اللي انتظرناها إحنا وأبائنا طويلا، يخلصنا من ظلم الرومان، يخلصنا من ضيقتنا، يفك الضيقة، يرفع الظلم، يغير الوضع المزري اللي إحنا عايشين فيه. فابتدأوا يتركون اليهودية ويدخلون في دين الله أفواجا، وابتدوا بقى يدخلوا إلى المسيحية على أمل أن المسيح الملك سوف يأتي ويعمل إيه؟ ويملك عليهم. ولما هيملك عليهم هيغير الأوضاع وهيخلي الأمور أفضل وينقذهم من ظلم الرومان. مفيش جزية، مفيش ظلم، مفيش ذل، مفيش مفيش مفيش، نرتاح بقى. اوعى تفكروا ان الفكر ده اللي انا بقوله كان بعيد، ده حتى كان عند التلاميذ. اقرا سفر الاعمال اصح 1 ابتداء من عدد 4، الرب يسوع بيقول لهم: لا تبرحوا من اورشليم حتى تلبسوا قوة من الاعالي، حتى ياتي الروح القدس ويجي ويملأكم وتكونون لي شهودا. ليس بعد هذه الأيام بكثير. تعرف قالوا للرب إيه لما قال لهم كده؟ قالوا له: يا رب، التلاميذ، هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ واخدين بالكم إيه اللي شاغل بالهم؟ يعني لما ينزل الروح القدس بعد 10 أيام، ما كانوش يعرفوا أنها 10 أيام، لكن بعد هذه الأيام ليس بكثير، هترد الملك. كان الحلم الذي يراود خيال كل اليهود أن المسيح يأتي ويبقى. ودخلوا أفواجا. وبعدما دخلوا أفواج عدت سنة والتانية والتالتة، سمعين أخبار حلوة
بطرس ظله بيخيم على المرضى يشفيهم. ناس كتيرة في كل الأرض بتقبل الإيمان المسيحي. بولس عمال يزرع كنايس في أماكن كثيرة. جميل، حلو، نشكر ربنا، أخبار مفرحة. بس المسيح ما جاش، والملك ما رجعش، وإسرائيل لسه قاعد في الذل بتاعه. وابتدى يضاف إلى مشكلتهم مشكلة أخرى، بقوا مضطهدين مش بس من الرومان، لكن مضطهدين من أهلهم وعائلاتهم. فبقوا في نظر الإمبراطورية الرومانية ناس بتوع مشاكل، وفي نظر الأمة اليهودية ناس كفر خائنين خانوا ديانتهم. فابتدت معاناتهم مش تقل لكن تزيد. وساعتها ابتدت أول موجة من موجات الارتداد، وابتدأوا يرتدون عن المسيحية. وكان للأسف الشديد، وده اللي ناقشه الرسول هنا، وقال إنه هم بيرتدوا كانوا بيذهبوا إلى المجامع مرة أخرى، ويقدمون الذبائح في الهيكل مرة أخرى، ويصلبون ابن الله ثانية ويشهرونه، بمعنى أنهم غالبا كانوا يجدفون على هذا الاسم الذي ارتبطوا به، وكأنهم يصادقون من جديد على قضية صلب المسيح، ويقولوا لأهلهم أو للمجمع أو للسلطات كنا مخطئين، إنه يستحق الصليب. عشان كده يقول يصلبون ابن الله ثانية ويشهرونه. الناس دول الرسول في هذه الرسالة وجه لهم ثلاث رسائل في ثنايا الرسالة. حضرتك وانت بتقرأ هتلاقي كلمات يعني شديدة، وإن كانت كلها محبة. لاحظوا طبعا ما جردوش جيش وقالوا يعني اللي ارتد ده هنعمل ايه؟ هنرجع، لا، بس هو كل اللي عملوه انه بعتوا جواب بيقول لهم إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة. هيبقى فيه دين. يا سلام يا سلام، بس هذه هي المسيحية. إذا ارتدوا خلي بالك لن تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، لأن الذبيحة الوحيدة اللي ممكن على أساسها ترحم أنت قد رفضتها وأهنتها، فيا مسكين ستمضي إلى الجحيم لأنه ليس لك ذبيحة عن الخطايا بعدما رفضت الذبيحة الوحيدة عن الخطايا. مش ده موضوعي، لكن الباقيين، بقية المؤمنين ركبهم اتخلعت زي ما بيقول في أصحاح 12، شددوا الركب المخلعة والأيادي المرتعشة، ابتدوا يحبطوا. طب ما صح، يعني ظلم رومان، كره يهود، ارتداد ناس كتير، والمسيح لسه ما جاش، والملك ما حصلش، نروح فين ونيجي منين؟ حالة إحباط. من هنا تبدأ الرسالة. انتوا لما جيتوا كنتوا فاهمين ايه؟ وانا نفسي اوجه نفس السؤال لكل اخ وكل اخت ليا. احنا لما جينا للرب كنا جايين فاهمين ايه؟ كنا جايين مستنيين ايه؟ في 7 قضايا اثرهم الرسول كانت متلخبطة في ذهنهم تماما، وكان لابد من تصحيحها. فصح 1 و2 وجزء من اصحاح 3 صحح الرسول علاقتهم بالأرض وبالسماء، وجعلهم يفكرون بطريقة صحيحة في السماء وفي الأرض. خلينا أقولها بالترتيب ده، يصحح علاقتهم بالسماء لكي يعرفوا كيف يتعاملوا مع الأرض ومع الواقع في الأرض. الأمر الثاني، أصح 3 بقيت أصح 3 وأصح 4، ما هو مفهومكم للراحة؟ هناك مفهوم يهودي للراحة، وهناك مفهوم مسيحي للراحة، وعليكم أن تميزوا ما الراحة التي يعد بها الرب. وكمل في أصحاح 5 جزء عن كهنوت المسيح، لأنه أحد لوازم هذه الراحة، لكن وقف في نص 5 وابتدى جملة اعتراضية خدت بقية أصحاح 5 وكل أصحاح 6 فيها تكلم تحذير للمرتدين، تحذير شديد، وتشجيع للمحبطين
يفهمهم في الفرق بين المواعيد وفكر المواعيد في العهد القديم والمواعيد في العهد الجديد، المواعيد في اليهودية والمواعيد في المسيحية. كده يبقوا كم قضية؟ 3. من أصح 7 لأصح 10 جزء تحفة على صفحات العهد الجديد. من هو الكاهن في المسيحية؟ وما هي الأقداس في المسيحية؟ وكيف ندخل إلى الأقداس؟ وماذا يفعل لنا يسوع الكاهن العظيم؟ أصح 11 معروف الأصح ده. ما هو دور الإيمان في الحياة المسيحية؟ كان هناك إيمان على مر العصور في اليهودية وقبل اليهودية، لكن كان هناك أيضا عيان. أما في المسيحية فالإيمان هو الكل وليس العيان. دور الإيمان في الحياة المسيحية. صح 12 تكلم عن دور الجهاد في الحياة المسيحية ودور التأديب. صح 13 تكلم عن العهد الأبدي والعبادة الحقيقية. أنا أخذ أول قضيتين منهم وأشوف معاكم إزاي الرسول صحح المفاهيم من جهة هذين الأمرين. ما هي علاقتنا نحن كمؤمنين مسيحيين بالسماء والأرض؟ في موقفين على الأقل شايفهم في حياة المؤمنين النهاردة على الأرض. في مؤمنين سمعوا كتير إن إحنا غرباء على الأرض. فيكم حد سمع زي كده إن إحنا غرباء على الأرض؟ أشوف أيادي مرفوعة. إحنا غرباء. وأنا وطني فين؟ وطني السماء. وقريب هيجي المسيح ونروح فين؟ السماء. وعندنا ترانيم كتيرة عن السماء. فقال لك عظيم، أنا غريب ووطني السماء ورايح السماء. وده حقيقي على فكرة بنسبة 100%، بس الكمالة اللي هقولها مش صحيحة. وبما أني أنا رايح السماء ووطني السماء، خلاص يا عم تتحرق هنا، أنا عايز منها إيه؟ تطلع تنزل تروح تيجي، أنا يومين ما أقضيهم وماشي خلاص، مش مشكلة. أعيشهم كويس، أعيشهم مش كويس، أعيشهم منتصر، أعيشهم مهزوم، أعيشهم فرحان، أعيشهم حزين، أهم يومين هيعدوا وخلاص. هل هذا الفكر فكر صحيح يا أحبائي؟ النص الأول صحيح، ومعظم الكوارث تأتي من نصف الحقيقة. معظم الكوارث تأتي من أنك تبدأ بحقيقة وتكمل بشيء غير حقيقي. هذا الفكر قاد المؤمنين إلى الانفصال عن الأرض، وهذا هدم لتعليم المسيح. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. نسوا أن سعادتنا، أقولها بكل قلبي، سعادتنا تعتمد على نجاحنا في تحقيق إرساليتنا لهذا العالم. نعم إن المسيح سيأتي ثانية، نعم، بس خلي بالكم من اللي هقوله ده. عندما كان الرب يسوع المسيح شخصا إلى صاعدا إلى السماء، وقف التلاميذ يشخصون إليه، مش عايزين يمشوا، يحدقون فيه وكأنهم بيقولوا له طب بعدين ما تاخدنا معاك، سيبنا وماشي ليه؟ يا تقعد معانا يا تاخدنا معاك. هم في هذه الحالة من الذهول، قالهم ملاكين يفوقهم، يلا حبيبي يلا يلا انت وهو، ما بالكم هكذا شخصين الى يلا يلا وراكم شغل انت وهو، يلا يلا روحوا روحوا تمموا الوصية، اذهبوا الى العالم اجمع، اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، دفع إلي كل السلطان، ها أنا معكم كل الأيام، وراكم رسالة على الأرض ينبغي أنكم تحققوها. في جزء تاني بالضبط قال كذا، حكاية أن المسيح هيجي تاني وهياخدنا إليه وهنروح السماء، حكاية هزلية سخيفة، عاملة زي الولد اللي عمال يعيط وكل ما يعيط يقولوا معلش يا حبيبي ماما زمانها جاية. وده عيب بصراحة، عيب إن احنا نقول كده، لأنه 238 أصحاح في العهد الجديد، 200 أصحاح منهم أشاروا إلى مجيء المسيح. فإذا كانت أهمية الحقائق تقاس بكثرة ما ذكر عنها، فلا توجد حقيقة تضارع حقيقة مجيء المسيح. المسيح سيأتي ثانية، المسيح قال أنه سيأتي، والملائكة شهدوا أنه سيأتي، والثمان كتاب بتوع العهد الجديد قالوا أن المسيح
سيأتي ثانية، لكن ليس معنى أن المسيح سيأتي ثانية أننا ننفصل عن عالمنا ولا نتمم إرسالياتنا. أخواتنا اليهود وقعوا الوقعة دي، يا إما يجي ويملك على الأرض ويخليها جنة، يا إما يجي تاني بسرعة ويعمل إيه؟ وياخدنا إليه. لخلى الأرض جنة ولا جه وخدنا إليه. وكانوا بيقابلوا بعض الناس ابتدوا يستهزئوا بيهم، وبطرس قال عنهم دول يستهزئون قائلين أين هو موعد مجيئه. فكانوا بيعانوا من هذين الأمرين، لا الظروف اتغيرت ولا المسيح أتى ليأخذهم إلى السماء، فأصيبوا بحالة إحباط. محتاجين نعرف ما هي علاقتنا بالسماء وما هي علاقتنا بالأرض. في الأصحاحين الأول والثاني وصف بشكل بديع علاقتنا بالسماء. خلوني أقولها لكم بعبارات سريعة أرجو أنها تكون واضحة. يا جماعة إحنا كنا منفصلين عن السماء، بس الله حب أنه يتواصل معنا، وهو زمان تواصل مع الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، لكن في آخر هذه الأيام، وده معنى كلمة في الأيام الأخيرة، في آخر هذه الأيام التي تواصل فيها بالأنبياء تواصل معنا نحن بطريقة جديدة، كلمنا في آخر هذه الأيام، كلمنا في ابنه. هللويا، يسوع وصل. وعلى فكرة الله لما بيتكلم مش بيتكلم علشان يسمع نفسه، لكن الله لما بيتكلم بيتكلم لأنه عايز يتواصل، عايز يوصل حاجة. الحقيقة المرة دي ما كانش عايز يوصل حاجة ولا يوصل فكرة، كان عايز يوصل نفسه. كان نفسه مش يكوميونيكيت ثوتس أفكار، لكن كوميونيكيت هيمسلف. تخيل، هيوصل، هيشارك البشر مش في أفكاره لكن هيشاركهم في ذاته. فكلمنا في ابنه، ابنه اللي تمم المهمة ووصلنا بالله، وهيشرح لنا ازاي وصلنا بالله. وبعد ما وصلنا بالله رجع لحتة اسمها الأعالي، جلس في يمين العظمة في الأعالي. ايه الأعالي دي؟ يا ما انا مشتاق اشوفها. الأعالي، الأعالي دي المنطقة اللي اتكلمنا عنها كتير، السماويات، المنطقة اللي فيها العالم الروحي، اللي فيها الواقع الروحي، المنطقة الجبارة الكبيرة العميقة القديمة الباقية الأبدية. عالم تاني، عالم تاني، عالم تاني غير العالم اللي احنا فيه. والعالم ده أعلى حتة فيه يسوع جلس فيها. العالم ده فيه الملائكة، ملائكة الأشرار والملائكة الأبرار. العالم ده فيه العالم الروحي، بس يسوع لما دخل هذا العالم بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منه. يسوع لما دخل المكان ده، خلي بالك ما بيتكلمش عنه هنا في اللاهوت فقط، لأنه لو بيتكلم عنه في لاهوته عيب قوي يقول صائرا أعظم من الملائكة، لكن بيتكلم عنه فين؟ في الناسوت. وعايز أقول لك خبر مش بمليون دولار ولا بكل ملايين الدنيا، يسوع لما خد المكان ده ما خدهوش لنفسه لوحده، لكن خده لنفسه ولعروسته. صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وعندي خبر لكم فظيع، اداكم اسمه العريس، اداكم اسمه، والاسم اللي ورثه ده ورثه في منطقة العالم الروحي، هو فيه أعظم من الملائكة.
بطرس يقول نفس الكلام ده في بطرس الأولى صح 3، يقول مضى إلى السماء، اسمع، وملائكة وقوات وسلاطين مخضعة له. بص كده لغاية قبل لحظة صعود المسيح، يقينا كانوا البشر أقل من الملائكة، رايت؟ مظبوط؟ طبعا البشر أقل من الملائكة، حتى لما يسوع اتضع وجه يقول وضع قليلا عن الملائكة. آدم نفسه لما بيتكلم عنه يقوله بمجد وكرامة كللته لكن وضعته قليلا عن الملائكة. لكن أول ما دخل يسوع العالم الروحي صار الإنسان أعظم من الملائكة. وأقولك على خبر تاني غريب شوية، لغاية اللحظة دي كانوا الملائكة يتسموا أبناء الله والبشر عبيد الله. من اليوم ده بقوا البشر أولاد الله والملائكة أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة للعتدين أن يرثوا الخلاص. لقد تغير الوضع وأصبحنا مرتبطين بالسماء لأن ممثلنا ورأسنا ونبع حياتنا، لا مش بس نبع حياتنا، وحياتنا نفسها دخل إلى الأعالي ويجلس الآن في أعلى قمة في هذا المجد السماوي. كان الرسول يريد أن ينزع قلوبهم من الأرض التي كانوا مرتبطين بها بشدة، أرض الآباء، أرض الأنبياء، أرض الميراث، أرض المواعيد، خلاص حولوا قلوبكم لعالم آخر دخل إليه رأسكم المجيد الجديد يسوع، وهو في هذا المكان يجلس على أعلى قمة صائرا أعظم من الملائكة. وخد بقية الأصحاح الأول يجيب من 7 مزامير أدلة تقول إن المسيح أعظم من الملائكة علشان تعرف قيمة رأسك في هذا العالم الروحي. ولما تعرف قيمة رأسك، رأسك اللي هو المسيح، تعرف قيمة نفسك. عايزك كده تشعر بقيمتك وانت قاعد قدامي دلوقتي. حضرتك ليك سلطة في العالم الروحي. حد فهمني في اللي أنا بقوله ده؟ طب شاعر مستطعم اللي أنا بقوله ده؟ يا عم بس اديني حتة عربية كويسة وشقة كويسة وبناقص اللي انت عمال تحكي فيه ده. الله يسامحك اللي بتقول كده، مش هقول لك غير الله يسامحك. أنا نبع حسي من بدري بفكر في حاجة وانت في دنيا تاني. بس هي دي المسيحية. المسيحية اختراق لواقع روحي جديد، وإذا ما جربتش تدوقه وتعيش فيه وتختبر روعة الوجود فيه، أنت يا مسكين لا طلت بلح الشام ولا عنب اليمن زي ما بيقولوا. أنت لا خدت هنا ولا خدت هناك. أنت انطبق عليك كلام بولس، لو كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس. كمل أصحاح 1 و2 وشوف الرسول وهو بيصف هذا الوضع الجديد، لقد ارتبطنا بالسماويات، لدرجة أنه بيوصف في آخر أصحاح 2 يقول وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. هللويا، ما بقيناش عبيد لكن بقينا أبناء. آت بأبناء إلى المجد، لاق به أن يكمل رئيس خلاصهم، الكابتن بتاعنا اللي دخل قدامنا اجتاز الطريق ووصل، لاق به أن يكمله بالألام. ليه يكمله بالألام؟ لكي يقدر أن يعين المجربين اللي رايحين وراه معدين في سكة ألم، يشوفوا الرئيس بتاعهم قاعد في أعلى قمة في المجد بيمد إيده ليهم ويشجعهم ولهم شدوا حيلكم، أنا عديت الطريق ده قبليكم، وفيما قد تألمتم مجربا أقدر أن أعينكم وهوصلكم وهوصل بيكم إلى المجد اللي أنا سبقت وصلت له. في أصحاح 1 يسوع نراه في قمة المجد، أصحاح 2 ما يخلصش إلا وكتاب يقول وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. وفي السكة لينا رئيس خلاص مدرب كويس قوي، عدى في كل الطريق، يعرف زي ما عدى وخلص يعرف كمان يعدينا ويوصلنا. هللويا هللويا.
النقطة الثانية مفهوم الراحة. صح 3 و4 بيتكلموا عن الراحة. اسأل أي واحد يهودي قول يعني راحة، يقول لك راحة، اقرأ كلام داود، اقرأ كلام سليمان، اقرأ كلام حزقية، اقرأ كلام آسى، الرب أراحنا من كل جهة. يعني أراحنا من كل جهة؟ يعني سكننا في الأرض، في بيوت ما بنيهاش، كروم ما غرسناهاش، حقول ما زرعناهاش، يدينا خير ونبقى مرتاحين، وكمان يسكت الأعداء ويبعدهم عننا. ده معناه إنه يبقى عمل إيه؟ أراحنا. هو ده المفهوم اللي كانوا عايزينه اليهود الذين قبلوا المسيح، أن الرب يريحنا. واحد النهاردة يقول طب وانت ايه اللي مزعلك في كده يا أخي؟ طب ما هو ده حاجة جميلة قوي بصراحة. احنا عايزين الرب يعمل ايه؟ ريحنا. حلوة الرحلة. وعشان كده انجيل الصحة والغنى راجع رواجا عظيما في امريكا، لانه الناس كلها عايزة ترتاح. طب بلاش كده. لو انت سألت واحد قلت له انت تعرف فلان ولا اعرف، ايه اخبار الرجل؟ يقول لك رجل مستريح. يعني ايه رجل مستريح؟ يعني ايه رجل مستريح؟ يعني غني، يعني معاه فلوس، مش كده؟ مش هو ده الرجل المستريح؟ هي دي مفاهيم، وهي دي مفاهيم اليهود. بس المسيحيه عندها مفهوم تاني انا هعرضه على حضرتك، اتمنى انه يعجبك الليله. ما هو مفهوم الراحه اللي الرسول بيعرضه عليهم في رساله العبرانيين؟ بص كده في اصحاح 3 بيقول كده الرسول في عدد، كل الاصحاح بيتكلم عن الراحه، وبيقول عن بني إسرائيل أقسمت في غضبي أن لا يدخلوا راحتي. لكن الكلمات الحلوة في أصحاح 4 عدد 3 مثلا يقول لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة. عدد 4 لأنه قال في موضع عن السابع هكذا، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله. وفي هذا أيضا لن يدخلوا راحتي، فإذ بقي أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان. أكمل لغاية عدد 10، عدد مهم، لأن الذي دخل راحته، أي واحد فيكم دخل الراحة بتاعته، استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة. يا إيه معنى الكلام الجميل ده؟ أعتقد أن النقطة اللي ممكن لو فهمناها نفهم الباقي، يعني يا الله استراح في اليوم السابع، يعني قعد 6 أيام يا حرام يخلق، فمن كتر ما تعب بقي بينهج، فجي في اليوم السابع عمل إيه؟ خد أجازة واستراح. إيه رأيكم في التفسير العبيط اللي أنا بقوله ده؟ ربنا بيقول قال الله ليكن نور فكان نور، لتنبت الأرض فأنبتت الأرض، لتخرج الأرض. إيه اللي تعب في إيه يعني؟ يعني الله استراح في اليوم السابع. استراح في اليوم السابع. سفر الخروج أصحاح 31 عبارة جميلة قوي، مش بس يقول استراح، يقول استراح الله وتنفس. تخيل الله عنده رئتين بيتنفس بيهم؟ لا ما عندوش رئتين، لكن المعنى بلاغي معنوي. حد قدر يفهم؟ استراح الله و تنهد، تنفس. ياه أخيرا عملت اللي كان نفسي أعمله. رأى الله كل ما عمله فإذ هو حسن جدا، فاستراح الله من جميع أعماله. أخي الحبيب، الراحة في المفهوم المسيحي إنك تعيش جميل، إنك على ما تخلص حياتك على الأرض تشوف كل أيامك وترى أن كل ما عملته إذ هو حسن جدا. الراحة في المفهوم المسيحي أن تستريح من أعمالك، مش من أعمالك يعني تستريح منها، لا، المفهوم هنا تستريح من أعمالك يعني تتممها، تنجزها. الخلاص في المفهوم المسيحي خلاص من الهلاك، والهلاك هو العدم، هو عدم تحقيق الهدف، هو اللا معنى،
هو اللا شيء، هو الفوتيليتي، هو الباطل، هو إنك تعيش أنت وقلتك واحد ويمكن قلتك أحسن، هو ده الهلاك. لكن ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. إمتى اتقالت الكلمة دي؟ كان هناك شخص هالك لأنه كان بيعيش من أجل نفسه، بيشتغل كتير، مموت روحه في الشغل بس بيجيب لروحه، بس في يوم من الأيام وقف وقال سأتمم مشيئتك لا مشيئتي، وسأعمل أعمالك لا أعمالي، يا رب نصف أموالي للمساكين، وإذ أني، ودي الترجمة الأدق، وشيت بأي أحد أرد أربعة أضعاف. سأفعل غاية وجودي، هي دي الراحة. الراحة هي الراحة التي اختبرها يسوع عندما قال قد أكمل ونكس الرأس. كلمة نكس الرأس يعني سند راسه. يسوع عاش كل أيامه ليس له أين يسند رأسه، لكن إمتى سند راسه؟ عندما قال قد أكمل. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سر في خطة، في شغل، قوم قوم، ما فيش داعي للنوم، قوم ما فيش داعي أنك تاخد، قوم ما فيش داعي أنك تشفط اللي حواليك، قوم اعطي، قوم ابذل، قوم احمل صليبك واتبعني، قوم ضحي، قوم شوف التعبانين، قوم شوف العطشانين، قوم شوف الجعانين، قوم دور على كل محتاج، قوم، الله لي خطة في حياتك، قوم تممها. سيرهق جسدك وسيفرغ جيبك وستنهك صحتك، لكنك ستشعر بالراحة وستختبر راحة عميقة هي نفسها راحة الله. عشان كده بص العبارة، عبارة هي دي كلمة الله، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة. لاحظ الراحة والاجتهاد الاثنين ما يركبوش مع بعض في الدماغ الغلط، لكن في الكتاب الصح، لنجتهد أن ندخل تلك الراحة. عند الناس اللي يستريح يبطل يعمل ايه؟ يجتهد. عندنا في المفهوم المسيحي اجتهد لكي تختبر الراحة، اتعب، هذه هي الراحة. عندما قال يسوع تعالوا إلي وأنا أريحكم، كان واضح وأمين، قال احملوا نيري عليكم، تعال اخضع لي، تعال تمم مشيئتي، تعال امشي ورايا. اخوتي الأحباء أنا خلصت، اكتفي بكده. ما هو مفهومك للعلاقة بالسماء؟ قاعد حاطط إيدك على خدك مستني المسيح يجي ويخلصك، أو مستني الأوضاع تتغير على الأرض؟ حتما ستصاب بالإحباط، لا المسيح جه ولا الوضع على الأرض اتغير، فهتعيش نفس المأساة بتاعت مين؟ اليهود. الرسول بيقول لهم احنا مش قاعدين هنا عواطلية، احنا عندنا علاقة بالعالم الروحي. السماء بالنسبة لنا مش مستقبل هيجي، السماء من دلوقتي احنا دخلناها ونبقى فيها، وده اللي بيكمله في بقية الأصحاحات، ويمكن أوضحه في مرة تاني. لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، والأقداس دي إيه؟ هي نفسها السماء عينها. سؤال طبعا أنا شخصيا شاعر بصعوبته، يعني عندما ألتقي بالله هل تنتقل روحي من الأرض إلى السماء؟ ما أقدرش أقول انتقلت، لكن ما أقدرش أقول إنها في الأرض، وما أقدرش أقول إني بسجد على الأرض، لكن سجودي حتما، لأن الكتاب قال ندخل حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا، في لقاء بالله، روحي تلتقي بالله في عالم الروح، في عالم السماويات حيث يسوع يشغل أعظم قمة. وهناك أرى مركزي، ومن هناك أخرج لأحارب حروبي، وأنا بقول دوسي يا نفسي بعز. تواجهني أرواح الشر تحاول أن تشتتني عن قضيتي، لكني بنعمة الرب سأنتصر. سقطت لكني سأقوم، جلست في الظلمة لكن الرب نور لي، فشلت في معركة لكني سأواصل الكفاح، لأني أرى نفسي في السماويات مرتبط بالغالي اللي غلب وأنا غالب معه.
ومفهوم الراحة بالنسبة لي ليس راحة الجيب والجسد، ليس راحة الأرض والماديات، لكنها راحة الله الذي استراح عندما رأى أن كل ما عمله إذ هو حسن جدا. أمين؟ تيجوا نغير التوقعات شوية. هل المسيح خدعنا؟ هل المسيح عندما دعانا قال لنا تعالوا هغير الوضع على الأرض وكمان أسبوعين هاجي والدنيا هتبقى زي الفل؟ هل المسيح قال لنا تعالوا هترتاح وتبقى كل حاجة تمام؟ صراع في صراع، لكننا غالبين على الدوام لأن لنا علاقة بالذي انتصر وغلب وهو يجلس الآن في أعظم عرش في السماوات. خلونا نقف وإحنا بنسمع الآيات الجميلة دي، نقف مع بعض. غمض عينك وارفع قلبك للرب وقرر بنعمة الرب إنك هتنتصر على إحباطك. في أفكار كتير في الرسالة دي هتشفيك لما هتقراها الليلة، أنا متأكد إن روح الله هيتعامل معاك أكتر من اللي أنا قلته، لكن أنا شاركت بفكرتين بس. فكرة الأولانية، اسمع، الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، ابنه اللي هو يسوع، الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. ركز في العبارة اللي جاي دي، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، عمل ايه؟ اسمع، جلس في يمين العظمة في الأعالي. غمض عينك وخلي الروح القدس يوري لك يسوع في يمين العظمة في الأعالي، فوق كل رئاسة وسيادة وسلطان وقوة واسم يسمى، وشاور عليه وقول هناك مكاني، هناك مكاني، أنا مرتبط بهذا الشخص الجالس في الأعالي. قول أمين. أنا مرتبط بهذا الشخص الجالس في الأعالي، أخضع كل شيء تحت قدمي، أنا بيك غالب لأن فيك مكاني. مسألة مسألة وقت، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، ولغاية ما وصلك في المجد أنت رئيس خلاصي، تمسك بإيدي، تشدد ركب المخلعة ويدي المرتعشة، وتمشيني على مرتفعاتي وتشفيني من إحباطي. أنت هناك يا حبيبي على العرش لأجلي، أنت هناك تظهر أمام وجه الله لأجلي، أنت هناك لكي تسحق كل قوة تعاديني، أنت هناك غالب وأنا فيك غالب، لن أخاف ولن أفشل، لن أحبط من ضعفاتي لأنك ترثي لضعفاتي، ولن أخشى من أعدائي لأنك تخضع أعدائي تحتي. أنت أقوى وأنت أعظم من كل مفشل يعترضني. تأمل في يسوع، اشبع بيسوع، افرح بيسوع، جدد إيمانك بيسوع، عمق ارتباطك بيسوع، ادخل في حضن يسوع، اختبر الجلوس في يسوع، نصرة في يسوع، اشعر انه ماسك بيك. خلي الروح القدس يشعرك بانك فيه، قل له انت غالب، انت عالي، وانا فيك غالب وعالي، مش هوطي راسي، مش استسلم لإحباطي، مش عيش مغلوب تاني، أنا عيني اتفتحت وشفت العالم الروحي اللي مكاني ومقامي فيه، واللي انت فيه أعلى قمة في المجد.
يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذي هو بهاء مجد الآب وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة مكاني هنا وبتحب اخواتك وتؤمن زي ان ابليس شخص وله اجناد وله عمل وعمله هو ان يبتلع اولاد الله هتشعر معايا بالغيظ هتشعر معايا بالضيق هتشعر معايا برغبة حقيقية إن يسوع ابن الله يفك كل نفس مقيدة هتشعر معايا برغبة عميقة أن ينكسر كل قيد إبليس يعرف كيف يقيد أولاد الله بالإحباط لو أنت شاعر أنك مربوط إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هيبلعك مش هيهلكك لكن يبلعك بالإحباط لو شايف نفسك فقدت الأمل فقدت الرجاء في حياة أفضل فقدت الرجاء في مستقبل مختلف فقدت الرجاء في خدمة أحسن فقدت الرجاء
في أخلاق أفضل. أعرف إن ده عمل إبليس. وخليني أتحداك وأسألك سؤال، أنت لما ارتبطت بعقيدة ولا بشخص؟ هل ارتبطت بشوية أفكار عن المسيح أم ارتبطت بالمسيح نفسه؟ إذا كنت ارتبطت بالمسيح نفسه، خلي الروح القدس يفتح الأبواب ويفرجك يسوعك اللي أنت مرتبط بيه، يجلس على عرش الله، يسحق كل الأعداء ويحرر ويشفي. امتلئ بالغيرة، كن غيورا، امتلئ بالغيرة واطلب ما لك أن تعيش حرا من هذا الإحباط، أن تعيش حر من هذا الإحباط. اطلب من الرب أن يريك يسوعك، يجلس وكل شيء مخضع تحت قدميه، حبيبك فوق، حبيبك عالي، حبيبك غالب. إذا كنت مرتبط بعقائد وبأفكار عن المسيح، يؤسفنا أقول لك أنت لم تنل الخلاص إلى الآن، لكن إن كنت مرتبط بيسوع، خلي عينك تخترق سحب إحباطك، اوصل وشوف كيف يجلس يسوع، اصرخ مع بطرس وقول له يا رب نجني، يمد يده وينقذك ويقول لك كيف لا إيمان لك. أين ثقتك وأين رؤيتك إني أجلس على العرش؟ قرر إنك ما تخرجش النهاردة بشوية الإحباط اللي أنت جاي بيهم أو بكومة الإحباط اللي أنت جاي بيها، على أساس مش وهم، على أساس أن يسوع يجلس في يمين العظمة في الأعالي. يسوع حررنا في الحقيقة، إننا أحرار هذه الحقيقة، نعلنها ندركها يا سوى يطلق
جينا علشان نتقابل مع الرب مش نسمع وعظة ونمشي. وأنا خايف عليك ترجع تركب المواصلات وتروح بيتك ولسه جواك مشاعر الإحباط. بنعمة الرب اللحظات اللي جاية دي لحظات شفاء ولحظات تحرير. إذا كنت اقتنعت بكلمة الله وصدقت أن يسوع يجلس الآن في قمة المجد، تأكد أنك غالب، تأكد أنك هتقوم. أنت تعورت؟ آه. أنت غلطت؟ آه. أنت خبت؟ آه. بس يسوع غالب. مش مهم أنا أكون غالب، لكن المهم أنه هو يكون غالب. لو هو غالب هيخليني أغلب وهيرفعني، هيرفعني. من رد نفس بطرس، من استطاع أن يشفي خوف التلاميذ يرد نفسك في هذا المساء. قول معايا كلمات المزمور: يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ثق، ثق. هي رحلة، هي رحلة. وقعت في السكة يقدر يقومك. رئيس خلاصنا، اسمه رئيس خلاصنا، يمشي معانا، يشد المجروح، يقوم اللي وقع، يعصب، يجبر ويقيم الساقط ويخليه يكمل الرحلة. أصلي إنك تكون راحتك هي التعب في عمل مشيئة الآب. من النهاردة بالليل قل له: ما هي مشيئتك يا أبي لأفعلها، علشان لما أعملها هرتاح. طعامي أن أعمل، قول معايا: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. هي دي الراحة اللي هندخلها. خد دقيقة صمت بينك وبينه، قل له: اغفر، اغفر خطيئتي واستر عيبي، أقمني من سقطتي، ارجعني إلى سبلك، مشيني على مرتفعاتي. آخر شيء أسيبه معاكم علشان نروح، وإحنا بنردده: تحرر، نعم، تشفي، نعم، نعم. نحن نتبع مخلص شفى ويشفي، حرر ويحرر، غلب وسوف يغلب وسيظل يغلب في حياتي إلى الأبد. مين يقول أمين معايا؟ أمين. خلونا نهتف للرب وإحنا بنختم بهذه الترنيم. تحررنا، تشفينا، الشيطان نصحك، ما كان
وعدتوني هتكملوا الرسالة الليلة، هتقروا الرسالة في البيت. أرجوكم، أنا الروشتة هكملها في مرات بعد كده، لكن أرجوكم اقروا الرسالة واستمتعوا بيسوع الشفيع الكاهن وبكلمته وبعرش نعمته، وادخلوا واستمتعوا بالشفاء من الإحباط لكي نقوم ونبني ولا نكون فيما بعد. طيب خلونا نخدم الله بجمع عطينا، خلينا نقف مع بعض. ارفع قلبك كده وقول يا رب اشكرك لاجل الراحه والسماويات. اشكرك على الكلمه المقدسه اللي انت وصلتها لي. اديني نعمة أقرأ عبرانيين النهاردة وأفهم أكتر. خلينا نتحد لأسيس عاطف وهو بيصلي لأجل كل إخواتنا اللي جابوا احتياجات الصلاة والبركة الرسولية. يا رب من يعنيك نضع هذه البطن يا رب، لأننا نعرف أصحابها واحد واحد ونعرف احتياجهم يا رب كما هي موجودة في هذه الأوراق. يا رب نحن نؤمن أن أنت الإله القطيع القادر أن تفك القيود، تشفي الأمراض، تتمكن يا رب في كل ظروف صعبة يكتشفها أي واحد من إخواتنا الذين طلبوا الصلاة. يا رب اسمعنا حينما ندعوك بشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد. آمين.